يقول أرفع عيني إلى الجبال، ولو حد أراها في أي ترجمة تاني هيلاقيها اتنين ألف بتساؤل، أرفع عيني إلى الجبال من حيث يأتي عوني؟ هل المعونة بتاعتي بتيجي من الجبال؟ بعض المفسرين كان بيقولوا إنه كان فيها كمان عبادة وثنية، وكأنهم بياخدوا المعونة من الإله الوثني. فهو كان بيتساءل، هو معقولة أروح أخد معونتي من آلهة تانية غير الرب؟ فبيقول كده، معونتي مش من عند حد تاني. ده المعنى بتاع الآية ديت، أرفع عيني إلى الجبال من حيث يأتي عوني. ينفع نحط النهاردة أنا بحط عيني على حد تاني باخد منه معونة غير الرب؟ فبصلي، وهنصلي مع بعض الآية دي، بيقول معونتي. كم حد معونته من عند الرب؟ هللويا. احنا هندخل لمحضر الرب النهاردة، فلنتقدم بثقة. كم حد حافظ الآية دي معايا؟ إلى عرش النعمة. هتلاقي إيه جوه عرش النعمة؟ هتلاقي معونة. هنال نعمة ونجد عونا. وانت في محضر الرب، المعونة الحقيقية من إيده، من شخصه. ولما تاخد منه معونة في عدد اتنين، معونتي من عند الرب صانع السماوات والأرض، ده إيمانه إن إلهي هو اللي في كل حتة. عدد ثلاثة بيقول لا يدع رجلك تذل، لا ينعس حافظك. هللويا، مش هيسيبك. أربعة، إنه لا ينعس ولا ينام حافظ إسرائيل. الرب حافظك، الرب ظل لك عن يدك اليمنى. تخيل اليد اليمنى هي مصدر القوة، ان كل ما تحرك الخيال بتاع ايدي تظل بتاع ايدي معايا. وبيقول ان الرب كده، كل ما ايدك تتحرك في اي حاجة تلاقيه معاك مش سايبك. لا تضربك الشمس في النهار ولا القمر في الليل. الرب يحفظك من كل شر، يحفظ نفسك. الرب يحفظ خروجك ودخولك من الآن وإلى الدهر. ترنيمة دي العنوان بتاعها اسمها ترنيم المصاعد. وهم رايحين لبيت الرب كانوا يقعدوا يرددوا الكلام ده. ليه؟ لأن هم كانوا كمان بيعدوا في وسط جبال، وسط مغاير، وسط أمور صعبة، فكانوا يقعدوا يرددوا كلمات الإيمان. وإحنا بنمر هنا في الأرض بأمور فيها ألم، تعب، ضيق، وجع، أنا محتاج أردد وأقول الكلمات اللي فيها إيمان، إنه ده إلهي مش هيسيب رجلي تزل، لأنه مش بينام ولا بينعس اللي سهران على حياتي. تيجي نصليها. مش عارف كم حد هنا كئيب وحزين جاي لمحضر الرب، أول ما عينك تتحط على الرب تلاقي في فرح يدب جوه قلبك. يلا تعالوا نكون بنطلبه ونطلب لمسته. ما أنجد اسمك. هللويا. معونتي من عند الرب، معونتي من عند الرب، معونتي من عندك، قوتي من عندك. هللويا. أنا هدخل عرش النعمة وأتقابل معاك. هلاقي نعمة ولاقي معونة. نعمة يعني قابلني بكل اللي فيا وبتغير فيا. نعمة يعني بتخلصني وتحررني. ولاقي معونة تخليني أكمل رحلة غربتنا على الأرض. أشكرك لأجل حضورك، أشكرك لأجل إيدك المحطوطة علينا، أشكرك من أجل حضنك اللي بيقبلنا بكل عيوب فينا علشان تغير وتخلص. أنت قدوس، قدسنا وطهرنا ونقينا. في محضرك هنلاقي القوة، في محضرك هنلاقي الفرح، في محضرك هنلاقي سلام يفوق كل عقل. هللويا. يسوع يسوع يسوع، انت حلو قوي، انت حلو قوي، انت حلو قوي. ما امجد اسمك. مين يقول له نعمه ومعونه في هذا الصباح؟ نعمه ومعونه جديده يا رب.
نعمة ومعونة جديدة في محضرك، نعمة ومعونة جديدة أعرف أتحرك بيها في رحلة الحياة، إلى أن نتقابل مع رب المجد على السحاب. نعمة ومعونة، شكرا شكرا لأنك بتسند طول الأيام، بتسند. شكرا شكرا يا سندي، يا سندي، يا قوتي. هللويا هللويا هللويا. واحدة سألت وإياها ألتمس، أكون في محضرك وعناية تيجي في عينيك واتفرس في جمالك. عشان كده قال لساني قلم كاتب ماهر، متكلم أنا بإنشائي للملك. أنا هقول اللي جوه قلبي للملك. فلسانه نطق وبدأ ينشئ كده كلمات خاصة، فقال له أنت أبرع جمال. ده حلو قوي، حلو في تعاملك معايا، حلو في قلبك اللي مش بيزهق مني، حلو في نعمتك اللي بتغطيني وتتبني، نعمتك يا رب اللي بتقدسني وتطهرني. شكرا شكرا. ارفع عينك على الرب يلا وصليها معانا. وإياها هي دي طلبتي في هذا الصباح، أن أسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام. واحدة سألت وهي ألتمس، أن أسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام، لكي أتفرس في جمال وجهك، لكي أشبع من دسم بيتك، لكي أتفرس في جمال وجهك، لكي أشبع من دسم بيتك. أنت من تحب نفسي، أنت من تحب نفسي، بحبك، أنت من تحب نفسي، بحبك. بحبك بحبك بحبك.
معونة وفضية تقول له النهاردة أنا بتكل عليك وبلتجئ إليك، أنت معونتي، أنت قوتي، بحبك بحبك. في وسط الأشواك، في وسط الشوك، وسط الألم، أنا هلاقيك. مالي سواك، مين يقولها له النهاردة؟ أنا ماليش غيرك. أيوة صلوة هنقولها في الترنيمة، أنا ماليش غيرك. مالي سواك يا سيدي، عيني تراك، في وسط الألم والضيق بلاقيك. أنت معونتي، تسرع إلي، يسرع لمعونتي. أرب قوتي، أرب قوتي ونشيدي، أحبك يا رب يا قوتي، أرب ملجئي، أرب صخرتي. هللويا. ماليش غيرك يا سيدي، حياتي رضاك يا سيدي. مالي سواك، مالي سواك يا سيدي، حياتي رضاك يا سيدي. انا هتكل عليك، أنت متكلي، تطمئن نفسي. حلو، حلو ما أشهد يا سيدي، نفسي لا تزلل، مش مزهق منك، بحبك. قلبي تفرح قلبي، نور بنور جديد، أنا ارتلي دربي حينما ألقاك يا سيدي، عذب ما أحلاك يا سيدي. حينما ألقاك يا سيدي، عذب ما أحلاك يا سيدي، تبدد همي، بفرح تفرق عني. أيوة هيفرج عنك ويديلك فرح، أؤمن، أؤمن بإيدك اللي هتصنع ده يا رب في هذا الصباح. تفرق عني في وسط الأشواك، في وسط الأشواك يا سيدي، عيني تراك يا سيدي، في وسط الأشواك هذا الصباح، تجدد فرحي. لو خايف تعال قولها له، نفسي في حماك يا سيدي، عيني عليك، عيني لعولاك يا سيدي.
بصليها، نفسي في حماك، أنا بحتمي فيك وأنا ماليش غيرك، أنا ماليش غيرك. وحدك يا يسوع ولا حد شوياك، بحبك 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 بحبك. دي نعمة غنية، شكرا، دي نعمة غنية أعددتها ليا وأنا ما استحقش. شكرا من أجل المعونة والنعمة اللي بلاقيهم في محضرك في هذا الصباح، نتقابل معاك، ده سر الفرح مش العطايا. عشان كده يا رب بنقول عيني لعلاك، عيننا عليك. هللويا. أؤمن يا رب أنه في هذا الصباح من الكسرة للنصرة، وإحنا بنيجي عند الصليب النهاردة من الكسرة للنصرة، كل حد يا رب اتكسر في نصرة، عندك نعمة ومعونة يبقى في نصرة وغلبة. هللويا هللويا. القلب كان قاسي، سبح في أعلى سماء معاك، لما قابلت معاك
مشيت ويا لما مشيت ويا بحبك انت اوفى صديق، بحبك. صعبه اللي جايه دي بس نصليها، نقول له بحبك حتى ولو في ضيق. مش هو قال هيكون في ضيق؟ بس صدق وامن ان انا معاك، مش هسيبك. فقول له بحبك انت معايا. وكل ما تحب الرب اكتر، يقول هذه المراه احبت كثيرا لذلك غفر لها الكثير. بسبب حبها وثقتها في الرب فجت بكل اللي عندها، فكل اللي عندها اتغفر. هللويا. بحبك 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 حبيبي حبيبي. بحبك حبيبي يا يسوع.
وانت عذايا، انت هنايا، وانت عذايا، وانت يسوع الغا. ومحقق مفيش غيرك انت، مفيش غيرك انت يسوع الغالي، انت يسوع الغالي. ومحقق مفيش غيرك يا رعية، مفيش غيرك يا رعية، مفيش غيرك يا حسن ليا، مفيش غيرك يا رعية، مفيش غيرك يا حسن ليا. تديني نعمة ومعونة، معونتي من عند الرب، معونتي من عندك، قوتي من عندك، وقوتي في حبك اللي ملوش حدود. محبة المسيح تحصرنا، محبته بتحصرك من كل حتة، بتحصرني. شكرا شكرا شكرا. واللي بيقوله ما بيرجعش فيه، أنا قلبي مشغول قوي بالكلمات، يقوله الكلمة منك مش أوهام. قبل ما نقولها ينفع تصلي تقول له بشكرك من أجل كلامك. الرب بيقول إنه لا أغير ما خرج من شفتي، يقول لا أنقض عهدي ولا أغير ما خرج من شفتي، يقول الرب. بشكرك لأجل حبك اللي ملوش حدود، وعهدك اللي خدته معنا ما بيتكسرش، احنا بنكسره كتير. شكرا من أجل حبك ومعونتك ونعمتك الغنية، حتى لو في جبال وفي ضوء في أمور صعبة، اللي انت بتقوله هيتحقق ويتنافس في حياتنا. بنعظم اسمك، بنعظم اسمك. هللويا هللويا. تعالوا نقف مع بعض نقول كلمة منك مش أوهام. وانت
أصلك أمرت رموش نمان جاي وواثق إنك حي موجود يا ربي من بركات مسكين في وعدك شكرا إنك جاي بجود عظيم رموش نمان موجود يا ربي من بركات إلهي حي مش راح يزول عنا الاحزان بالنعمه تسند ضعف القلب والكلمه تشفي من الاحزان الخوف تقابله بغمر الحب يزيله فيزيد الايمان مع كتر الأوهام وحتى لو للشك مكان في ليها وقت أكيد هتبان هضاب جبال سهول وديان كل اللي هتدوس الأقدام راضي هملو راضي هملو رغم الحرب مغلوب عدوي ومش بيها وقت تسبيحنا واحنا بنقول رب لو طالت هتقول له نعمة ومعونة من محضر الرب النهاردة معونتي مزمور اللي قرناه في اول اجتماع معونتي من عند الرب هللويا ولما تدخل لمحضره هتلاقي نعمة نجد عون هتلاقي معونة هللويا ما امجد اسمك غني 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 للرب احلى واروع كلمات هو يستحق الهي حي إلهي حي زي ما كنا بنرنم ليه حتى وكان في سواد ليل هنمر بيه التلاميذ مروا في الهزيع الرابع بسواد ليل يجي ماشي على المية ويعمل الأمور تفوق العقل والخيال ويخليك تمشي انت كمان على المية في وسط السواد الحالك غني 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 هللويا I'm
مسرح اسم يسوع. جعل في أفواهنا ترنيمة جديدة، مبارك اسمه، هللويا هللويا. مشغول أشارك بحاجة صغيرة خالص في البداية من غلطية أصحاح ستة. غلطية أصحاح ستة، هللويا. حضور الرب رائع، مين يقول معايا؟ مش أحلى من محضره، مش أحلى من إحنا نعبده ونفرح بي ونغني ليوي، مبارك اسمه للأبد. غلطية أصحاح ستة، وعايز أقرأ عدد 13 أو نقرأ عدد 14 بس. غلطية ستة 14، آية معروفة، بصوا فيها كده معايا يلا. وأما من جهتي، مين يحب يقولها؟ عشان ده إعلان، ده إعلان يلا. وأما من جهتي فحاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب العالم لي وأنا للعالم. المشهد ده عجيب، الآية دي رهيبة. رسول بولس بيفتخر لما تسمع الناس بتفتخر. في ناس بتفتخر بالعيلة فيحكي عن عيلته وتاريخ العائلة ويقول لك احنا عيلة كبيرة ومعروفة واسم مش عارف ايه وقصة كده. وناس تانية مرات بتفتخر بالفلوس، انا عندي، انا امتلك، احنا احسن من فلان وعلان.
ناس تانية بتمتلك أو تفتخر بالإنجازات، بالشهادات، مرات بالجمال، مواد كتير للافتخار. بس هي المادة دي عجيبة أوي، عجيبة أوي. بيفتخر بالصليب. طبعا تقولي طبعا، هقول لك النهاردة أنت بتقول طبعا لأنه في حاجات تعودنا عليها. بس أنت ورسول بولس بيقول الكلام ده، الكلام ده غريب جدا جدا، مش طبيعي. ليه؟ لأنه في التوقيت اللي هو بيكتب فيه الكلام ده، الصليب كان أبشع طريقة يموت بيها شخص، آلة إعدام بشعة قاسية ومليانة عار وخزي، وما بتتمش غير لما يكون في شخص كأنه وحش جدا جدا، شرير مجرم يعني، فيستحق أسوأ أنواع الإعدام. فتخيل الصليب في التوقيت ده كان يرمز في وسط المجتمع اللي موجودين فيه الرومان واليهود. بالنسبة لليهود كان الصليب ده لعنة بحسب سفر التثنية، وده نفس غلاطية 3 كده. بصوا معايا غلاطية 3 13 بيقول هذه الكلمات الرسول بولس، بيقول الصارة المسيح افتدانا من لعنة الناموس، الصارة لعنة لأجلنا، لأنه مكتوب. مكتوب إيه بقى؟ ملعون كل من علق على خشبة. يهود بيشوفوا المشهد ده لعنة. رسول بولس فاهم لأنه دارس كويس جدا، عارف ده لعنة، واليهود بيشوفوا ده، الأم الرومان بيشوفوا المشهد ده، ده قمة الضعف، العار والخزي، موت، إجرام، بشاعة، مشهد قاسي جدا، مليان ضعف ومليان موت، مليان هزيمة. ورسول بولس بيفتخر بالصليب. ماذا حدث؟ هو إيه اللي حصل في القصة دي؟ اسمع كده معايا ببساطة، فكرة بسيطة جدا ونصلي بيها. المسيح أول ما تحط على الصليب، تحول الصليب بسبب المصلوب، بسبب الشخص اللي تحط عليه، تحول الصليب من لعنة إلى بركة. قبل ما يطلع المسيح على الصليب كان الصليب لعنة وعار وخزي، ولا تسمع حد يفتخر بيه أبدا، ولا تسمع حد يحب يجيب السيرة دي، ومشهد بشع مليان عار وضعف وموت وخزي وهزيمة، مشهد قاسي جدا. بس بطلوع المسيح على الصليب، مبارك اسمه إلى أبد، تحول الصليب إلى بركة. بركة، هو حمل اللعنة في الصليب وأصبح الصليب لينا بركة. عشان كده بنفتخر بالصليب. لو اتشتمنا بالصليب ما بنزعلش، لأنه ده أداة افتخارنا. إحنا فخورين بيسوع اللي اتصلب لأجلنا، إحنا رافعين رأسنا بسبب الصليب. إحنا بنحتفل دائما، مش بس في عيد القيامة، إحنا كل مرة بناخد المائدة وكأنه الرب هو اللي قاد لكده. إن إحنا بناخد المائدة ليه؟ عشان نتذكر ده، تذكر صليب يسوع وعمل يسوع وفداء يسوع بوجوده على الصليب. غير المشهد ده، غير مشهد الموت إلى الحياة، وغير مشهد الضعف. الصليب كان شر الضعف. رسول بولس بيكلمهم في كورنثوس الأولى يقول لهم ده قوة الله. ليه؟ قال محدش راح للصليب إلا وتغير. ده قوة، ده بيحرر، ده بيشفي، ده بيطلق ناس من خطاياها ونجاستها وإدمانها وشرورها. ده بيطلق حياة ناس كتير من طرق مليانة موت. ده قوة غير عادية. مفيش قوة على الأرض عرفت تغير الناس، لا قوة سيف ولا كلمات، لكن صليب يسوع يغير ويحرر. من يقول أمين معايا؟ قوة الله. ده ضعف، واحد ضعيف لا 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 لا، بس يسوع لما طلع على الصليب حوله من ضعف إلى قوة، من مشهد هزيمة إلى انتصار، من عار وخزي إلى مجد. نفتخر به كلنا، وإحنا بنشوف ده مجد حقيقي، ومدعوين نحمل الصليب معاه.
طب ايه الفكره اللي عايز اوصل لها من كده؟ دخول يسوع في اي دائره مبارك اسمه بيغيرها، بيغيرها. فغير الصليب من مكان لعنه الى مكان بركه. فاجي عند الصليب اتبارك، اجي عند الصليب اخد حياه، اجي عند الصليب اخد شفاء، اجي عند الصليب اتغير، اجي عند الصليب اخد مجد بدل عار خطيه اللي زلني وجابني الارض، يرفع راسي من الطين. مفيش دائره ودخلها يسوع الا وحصل فيها اختلاف، ومفيش دائره مختفي عنها يسوع الا وتلاقيها متبهدله. البيت اللي فيه يسوع بجد، البيت اللي فيه يسوع بجد يثبت. لما اقول بجد يعني ايه؟ عشان مرات احنا كمسيحيين يعني لطاف قوي المسيحيين يقول لك ايه عايزين يسوع في البيت. طبعا لو سالت اي واحد تقول له تحب يسوع في البيت يقول لك ايه؟ اكيد. طب يجي البيت ازاي؟ نحط صوره المسيح في البيت بس خلاص. يبقى فوق فين دلوقتي؟ في البيت. مين قال لك الفكره دي؟ ما اعرفش مين ضحك عليك وقال لك لما تحط الصوره في البيت يبقى هو في البيت. ده مش حقيقه، لا مش حقيقه. يسوع يبقى في البيت لو انت دعيته وقلت له تيجي، مش تقعد على الكرسي في البيت كده على جنب عشان نتبارك بيك، لا تيجي تملك في البيت، تبقى انت كبير البيت بجد بجد بجد. يعني ايه كبير البيت بجد؟ يعني حاجتين على الاقل، حاجتين على الاقل. لما بتقول له انت في البيت يعني اللي هتقوله هنعمله، يعني هنسالك عشان تكبير البيت. فلما نيجي نعمل حاجه هنسالك نعمل ايه، فتقول تعمل كذا، تقول حاضر. هنسالك مهما قال لكم فافعلوا، هنسالك. ولا تقول عليه هنعمله، هنعمله وهنمشي بحسب كلمتك ودستورك يمشي في البيت ده. بما انك من الملك هنا فدستورك يمشي، فدستورك في البيت هيمشي. دستورك دستور الحب، الحب هو اللي يمشي في البيت. الغفران، الغفران هو اللي يسود على البيت. النعمة، النعمة يتملى البيت. دستورك هو اللي يمشي البيت. مش فكرة نجيبه في البيت عشان نتبارك ونقوله خليك هنا بس كده واحنا شغالين بمزاجنا بقى، فنتخانق بمزاجنا ونعمل كل حاجة بمزاجنا ونمشيها بطريقتنا. وبعدين على فكرة ملناش دعوة بيك انت، عشان انت الغفران ده ضعف، احنا عندنا لما ترد كده دي القوة. هو مش في البيت، هي صورة موجودة في البيت بس هو مش في البيت. بس حبيبي لما يكون في البيت القصة تختلف خالص، لما يملك على البيت القصة تختلف خالص. مين يقول امين معايا؟ طب لما يخش حياة حد، مين هنا يسوع دخل حياته يقول اشكرك غيرها؟ ده رهيب، ده تبقى مذهول، تبقى مش مصدق نفسك وانت بتشوف ناس بتتغير تغيرات مذهلة. لما يخش القلب، لما يخش الحياة ينور، يغير، يغير اللغة اللي مليانة تذمر وشكوى وشتيمة وحلفان ونجاسة، تلاقي فيه نعمة. يغير، يغير القلب الحجري القاسي لقلب لحمي مليان حياة وحب. يا ما غير ويا ما حرر زعماء عصابات ومجرمين وقتلة وزنات، ويا ما غير وحاول. لحد النهاردة لسه بيعمل كده على فكرة، لحد النهاردة. مفيش مكان يدخله يسوع إلا ويعمل فيه تغيير. وأنا ببساطة بقول رسالة بسيطة جدا جدا، لأنه دي القصة الحقيقية. الحاجة اللي يسوع مش فيها إبليس يقدر يخربها، والحاجة اللي يسوع ملك فيها ما يقدرش يقرب ناحيتها. حد فيكم أرى لما رب يسوع كان بيتكلم وقالوا له إن أنت ببعل زبول تخرج الشياطين، فقال لهم كل مملكة منقسمة على ذاتها تخرج. بعد ابتدى يتكلم معاهم في نفس الإصحاح قال لهم على فكرة البيت الخالي لما الشيطان بيخرج من شخص قال يرجع يلاقي البيت مكنوس ومزين، يعمل إيه؟ يجي ويجيب معاه لأنه خالي. طب البيت ده لو مليان يعرف يخش فيه؟ ما ينفعش. عشان كده بقول لك الحاجه اللي يسوع مش فيها بتخرب. ما تشتغلش لوحدك في حاجه، ادعيه. تقول لي ده بيزنس، اقول لك البيزنس اللي ما فيهوش يسوع بيتلخبط. تقول لي مشكله، هقول لك المشكله ما تدخلش فيها يسوع ما بتتحلش، بتعقد.
تقول ده احتياج مادي. احتياج المادي لما تطلبش فيه يسوع وتمشي وراه يقولك عليه هتلخبط الامور وتزيد اكتر. يعني يعني اينما يوجد اينما يملك هتتفرج على مشهد مختلف. ليه ناس كتيره بتختبر مرات اختبارات صعبه في حياتها؟ يعني يسوع غايب عن المشهد. تقول نشكر الرب احنا بنصلي، انا بقول انت مش مملكوا الحته دي، لانه اسمعوني كويس يا شعب الرب، مرات تبقى انت مؤمن وابن للرب وبتيجي الاجتماعات بس في دايره يسوع مش موجود فيها، انت عارف تعملها. احنا عندنا حته كده مرات، مش كلنا طبعا، احنا في حاجات بنعرف نعملها احنا، دي خلاص دي بتاعتنا، نقول له شكرا مش هنتعبك معانا كتر خيرك، هنشقيك معانا يعني سيب لنا الحته دي احنا. واول ما تبوظ كل حاجه وما نعرفش نعمل حاجه نقول له ايه بقى؟ تعال. طب والحته التانيه بقى اللي احنا عارفين نعملها بنعملها ايه؟ بايدينا. انا هعرف اتصرف في القصه دي، اتفضل. باظت، هنربي العيال، لخبطنا الدنيا، هظبط مراتي، بوظت البيت. لا الشغل مش موضوعك، البيزنس ده اصله مش تبعك. انا مش عارف لحد دلوقتي الفكره دي مين حطها في مخ الناس. الشغل ده فكر الهي، العمل فكر الهي 100%. فده فكر الهي بتاع ربنا، الشغل بتاع ربنا. فاللي يقول لك على القوانين بتاعه الشغل وافكار الشغل ربنا. لما ربنا يبقى بره القصه بتبوظ، بتبوظ وتتلخبط. لما بتمشي القوانين التجارية في العالم هو ده اللي مبهدلك. لما تمشي نظم العالم بتبهدلك، تقولي ده احنا التجارة بتعمل كده، السوق كده، الناس كلها كده، هو ده اللي بيجيب مرات عليك خراب ولخبطة وتعب. ملك يسوع الشغل ويمشي بقوانين يسوع في الشغل ومبادئ وتفرج. فرج فرج يحصل ايه؟ مين يقول امين؟ مش عايز اطول كتير فكره لانها فكره بسيطه، بس انا عندي رساله لحد او اكتر في وسطينا. ملك يسوع الدايره اللي انت شفتها اتلخبطت، وما تسيبش دايره الا ويسوع يكون موجود فيها. ما تسيبش دايره علاقات، علاقات متلخبطه عشان يسوع مش سيد عليها وقوانينه مش ماشيه فيها. انت ماشي بقوانينك الشخصيه في العلاقات، انت ماشي بطرقك الشخصيه عشان كده اتلخبطت. امال ايه؟ مشيها بطريقته هو. يعني اعمل ايه؟ يعني اساله، اقول له علاقتي متوتره مع فلان، اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اتصرف ازاي؟ يقول لي روح زور فلان. لا 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 ما روحلوش انا، عشان يفتكر ان انا محتاج له رايح له، عشان هم بيفهموا كده على طول. لا 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 مش رايح. طب خلاص خليك قاعد، ملكه واسمع له. دخله في العلاقات اللي متلخبطه، دخله في الدوائر بايظه واسمعه وقول له عاوز تقول ايه واعملها ازاي. يعملها ازاي؟ هفتح وانا عندي موضوع تاني عايز اتكلم فيه، لازم اقف. بس من فضلك اللي بقولهولك ده يبدو بسيط جدا بس معجزي جدا. في الخدمه ما تعملهاش بدماغك، في الكنيسه، في الفلوس، في الجواز، في الشغل، في الشراء، في البيع، في المشاكل، نعمل ايه؟ اصل العين الحمراء مش عارف تعمل ايه. العين الحمراء لحد النهارده اسرائيل ضايع بسبب العين الحمراء دي اللي احنا قاعدين نقولها احنا كمصريين دلوقتي. تقول يعني مش فاهم قصدك. لو حد فيكوا فاهم في الكتاب يعرف ان مملكه اسرائيل انقسمت على يد رحبعام ابن سليمان، ومن اليوم الاسود ده لحد النهارده ما قامت لهاش امه. ليه؟ عشان انقسمت لمملكه شماليه وجنوبيه. ايه اللي قسمها المملكه الشماليه والجنوبيه وبهدلها كده؟ رحبعام سمع مشوره الشباب، بيقولوا ايه الشباب؟ بيقولوا وريهم العين الحمراء، كله مش بيجي غير بالطريقه ديت. ده في ناس كتير مؤمنين وخدام ماشيين بالفكر ده وبيدفعوا ثمن غالي. دي مش مبادئ كتابيه، ده مش ربنا، ده كلام شارع. واصله نجح، ممكن ينجح، طبعا ياما افكار شيطانيه نجحت، طبعا عادي ممكن تنجح طبعا، لكنها مش الله. ما يحطش ايده ويبارك، ما يباركش على افكار غلط.
تنجح نجاح مؤذي. لا اسمعها تاني. في نجاحات مؤذية. في نجاحات مؤذية. أيوة عرفت تعملها بطريقة عالمية. بس أذى. فتح باب لإبليس على حياتك. ومنع بركة من الرب ليك. ودمرتك ولخبطتك. وخيتك ماشي في الغلط. عشان نجحت خطتي. نجحت خطتي. اللي هي مش روحية. اللي هي طرق عالمية. يا رب عايزين نمشي بفكرك. مين يقول أمين معي؟ وعايزين نسمعك بتقول إيه؟ وعايزين نمشي وراك وما نعملش حاجة من غيرك. وتملك على الشغل والفلوس والعلاقات والأعداد والمشاكل والصغيرة والكبيرة. ونسألك وعلى كلمتك هنلك الشبكة. وتقول لي تسكت هسكت. تقول لي تكلم أتكلم. وتقول لي تغفر هغفر. ما تردش ما ردش. تحرك حاضر. استنى حاضر. وهمشي وراك حتى لو ما عجبش ناس كتير. وحتى لو ضد مشاعري أنا هسمع لك. لما قالت لهم القديسة العذراء مريم مهما قال لكم فافعلوا, راح قال لهم املوا أجران ماء. أنا لما كان الغلمان دول أقول له إحنا عايزين خمر مش عايزين مية. أنت فاهم غلط. مهما قال لكم فافعلوا. بنقول لك ما إحناش عايزين مية دلوقتي. أنا بقول لكم املوا أجران ماء. حاضر. ملوا أجران ماء. اذهبوا قدموا. ايوه عايزين خمر نروح اقدم ميه. طيع طيع. متى تحولت الماء الى خمر ومعجزه حصلت؟ هما ماشيين وهما بيصبوا كانت ايه؟ ميه. قبل ما راحوا في السكه وحطوها كانت بقت. لو ما راحوش عملوا كده ما كانش المعجزه حصلت. عارف ليه ما فيش معجزات بتحصل معاك؟ انت مش بتسمع له ولا بتطيعه. انت مش عاجبك. انت شايف انك دماغك احسن. تقول دي مش الطريقه اللي تحل بيها المشكله. انا اقول لك نعملها ازاي. مين انت؟ انا عارف. انا طب اتفضل اتفضل. مهما قال لكم فافعلوه. دخل يسوع في كل دائره واخضع لصوته واتفرج على البركه والمجد. هيبقى مشهد العار هيبقى مجد, واللعنه هتبقى بركه, والموت هيبقى حياه, والهزيمه هتبقى نصره. وهتشوف اللي انت مش مصدق هيحصل معك. تحول الصليب الى آلة افتخار بسبب يسوع لما صعد عليه. تحول من لعنة الى مجد. حيثما وجد يسوع ملكا وربا وسيدا يعلن الملك البركة والمجد والسلام والحياة. من يقول امين معايا؟ تعالوا نصلي مع بعض. مش عارف ليه ربنا قادني الفكرة دي, بس يمكن بيكلمك انت موجود او حد بيتابعنا. ربنا عايز يقولك في دوائر انت لسه ما ملكتنيش عليها. في دوائر فاضية فالشيطان بيخش فيها. البيت الفاضي هيسكن فيه ابليس. القلب الفاضي هيسكن فيه ابليس. اي دايرة رب مش ملك وسيد عليها العدو بيخربها. فارفع ايديك بكل ايمان. ما تسيبش دايرة الا وتملك يسوع عليها. انا بدعوك هذه اللحظات اطلبه. دخل يسوع السفينة سكنت الريح. دخل يسوع المجمع خرج الروح الناجس. دخل يسوع قلب زكا وبيت زكا تغيرت حياة زكا. اللي عندي مشكلة وفي آراء كتيرة, ملك يسوع وقول له أنا عايز أسمعك. ممكن الرب يبعت لك آراء عن طريق ناس. أمين. بس تبقى متأكد أن هذه كلمة الرب. بطلي تشتغلي بطريقتك عشان ده اللي تعبك لحد النهاردة. بطلي طريقتك. بطل طريقتك. بطل تخطيطك. بطل أسلوبك المستخدمه. قول للرب أعملها إزاي. أعملها إزاي. قول للرب أنا بخضع عليك. قول للرب أنا بديك السلطان. عندك لخبطة في شغلك, ملك الرب على شغلك بجد. واسمع لي واسأله أشتري دي ولا ما اشتريش دي, واشتغل في ده ولا ما اشتغلش ده, واعملها بالطريقة دي والطريقة دي. ملك يسوع على فلوسك. كل ما تمتلك تقول لي عندي قلق دلوقتي من الاحتياجات, ملك يسوع عليه. تقول لي ما هو واسمع له. ممكن يقول لي ادفع وماله. ما هو مرات لم تدفع فتبارك, وده الطريق للبركة. ممكن يقول لك اعطي وماله. بس ده مش زمن عطاء. مين قال لك ده؟ بالعكس لما تعطي هتزداد. فملك يسوع. ايه الدايره اللي محتاج فيها تقول للرب انا بطلبك تدخل فيها النهارده؟
لو التأمل ده والفكرة دي لأسرة واحدة هنا، البيت واحد هنا، بس هتختبر مجد. ده وقت مثمر جدا. هقول تاني تعبير مهم اسمعني فيه. ممكن تبقى عندك دايرة فيها سلام بس يسوع مش فيها، انتبه، لأن العدو هيلخبطها. يعني يعني مفيش دايرة إلا وهو يبقى سيد ورب عليها. جواز، ولاد، شغل، فلوس، علاقات، خدمة، تحركات، ملك يسوع، ملك يسوع. انت واخد قرارات على حاجات معينة في حياتك وشايف انها صح، ممكن تراجعها وتقول له لو ده بفكرك انا همشي بيها، بس لو عندك رأي تاني انا مستعد امشي بيه. ملك يسوع، اعطيه ان يدخل وياخد سلطانه. جزء كبير جدا من المشاكل العقلية مرتبطة أن يسوع لا يملك في هذا البيت ولا تتم مشيئته ولا يخضع لكلامه. بس بدورها بطريقتي، بدورها بفكري، بدورها باللي أنا عارفاه صح. الرب بيكلمك، الرب بيكلمك عشان ما تندمش بعدين وتزعل وتقول ليه الرب انا كنت بقوله يعني باركنا باركنا من غير ما يملك، مش هيعرف، ما انت مش مديله الحق. تقوله بارك البيت بس مش مديله حق في البيت، بارك الشغل بس انت مش مديله حق في الشغل، بارك الفلوس بس انت مش مديله حق ان يكون سيد على فلوسك، مش مديله السلطان. تاني هسألك في محضر الرب، ما هي الدائرة اللي لسه ما خليتش يسوع فيها ملك؟ لما ايه ملك؟ يعني مش بتقول له حط ايدك عليه، لا، تقول له اللي انت عايزه يمشي بطريقتها هنعملها بطريقتك، هعملها بطريقتك، همشي فيها بدستورك، همشي فيها بمبادئك. هل في علاقات متوترة؟ هل في علاقات فيها خصام او فيها توتر او فيها لخبطة فيها تشويه؟ ملك يسوع العلاقة. لا أنا خلصت الموضوع وقلت له مش عايز أشوفك وشكو تاني وكسرت الدنيا، مش ده ممكن يكون الحل. مال إيه الحل؟ ملك يسوع، ملك يسوع. أصله ممكن يقول لي اغفري وماله، ممكن يقول لي بارك وماله، ممكن يقول لي اعتذر وماله. ملك يسوع، ملك يسوع، وقوله بالطريقة اللي انت عاوزها انا خاضع عليك. احذرك في محضر الرب، الدائرة اللي يسوع مش موجود فيها العدو ممكن يدخل ويخرب البيت الخالي. اي حاجة خالية من يسوع سهل يأذيها العدو، بس يسوع لما يكون مالك بجد والمكان ده خاضع للرب ما يقدرش العدو يقترب ابدا ابدا. الخطوبات بتتلخبط عشان يسوع مش فيها، جوازات بتتلخبط عشان يسوع مش ملك فيها، والقوانين الماشيه في الخطوبات والجوازات قوانين ارضيه شيطانيه ليست الهيه. ملك يسوع قل له اللي هتقوله هنعمله، احنا هنقبل، احنا هنخضع، احنا هنمشي وراك. لا ده انا هفتح كتاب اقول لك انت بتقول ايه في القصه دي، حاضر همشي فيها. هو ايه دستورك في الموضوع؟ حاضر هعمله. انا متاكد في ناس بتصارع دلوقتي، عارفين ليه؟ لانه احنا مستريحين على الطريقه اللي انا عاملاها، مستريح على التحليل بتاعي، مستريح على الاستنتاج والقرارات والطريقه اللي بدور بيها المواقف والمشاكل. انا عايز اتضع انا وانكم، انا عايز اتضع انا وانتم، نقول له بطريقتك اعملها وهنخضع ليك مهما قال لكم فافعلوا. هذه رسالة ليك، مهما قال لكم فافعلوا. قول للرب النهاردة حاضر همشي ورا اللي انت هتقول لي عليه، موافق. تقول لي هو لسه ما قاليش، امديله على ورقة بيضة. الوحيد ما تخافش تمديله على ورقة بيضة هو، امديله على ورقة بيضة، قوله موافق 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 موافق.
مين قلقان من بكره؟ ملكوا على بكره. مين خايف على صحته؟ ملكوا على جسدك وصحتك. مين شايف لخبطه حاصله في دايره في البيت في الاسره؟ ملكوا على الدايره ديت. ادعوك هذا الصباح ما تسيبش دايره الا ويسوع ملك فيها. تقولي دي مشكله كبيره، ملك يسوع عليها. ده ضعف، حط يسوع في المشهد، قول له ادخل المشهد الضعيف ده هيحوله الى مجد. اللعنه هيطلع منها بركه. تقولي لي حصله مصيبه، ملك يسوع المصيبه هيطلع منها مجد غير عادي. مين جاي الاجتماع ده وعنده مشكله مضايقاه، عنده موضوع تقيل، عنده صعب؟ ببساطه شديده جدا رب يديك الحل ببساطه شديده. حط عالم يسوع، قول له انا اعلن سلطانك ومفيش سلطان غير سلطانك. وإبليس ملوش سلطان في المصيبة دي، ملوش سلطان في المشكلة دي، ملوش سلطان في الأزمة دي، ملوش سلطان في الضعف ده، ملوش سلطان على الحتة دي، ملوش سلطان على شغلي، ملوش سلطان على البيت، ملوش سلطان على العلاقة دي. العلاقة دي الشيطان ما يحطش رجله فيها، أنت تحط مجدك فيها، ابني عرشك فيها. يقودك الآن للتوبة، قدم توبة. صرفت بطرق جسدية، قوله آسف آسف، اشتغلت بطرق فيها لف ودوران كده ولعب، آسف، هاخد عليك، هاخد عليك، هاخد عليك. حباي رسالة بسيطة لكنها مغيرة، هيحول اللعنة إلى بركة. العار هيبقى مجد، الضعف هيبقى قوة، الهزيمة هتبقى انتصار، الموت هيبقى حياة. وأكد تاني عليك، الحاجة الخالية من يسوع إبليس هيحط رجله فيها. الدايرة اللي انت مطلع يسوع براها هيحط إبليس رجله فيها. والدايرة اللي يسوع فيها حاطط سلطانه، مش أوانطة، مش صورة زي ما قلت في البيت ولا اسم، لا، تقول له بطريقتك بفكرك هاخضع ليه، واللي هتقوله هنعمله، مهما قال لكم فافعلوه، وهدور وهقول لك عايزها ازاي تتعمل. أصله بيقولوا في الشارع المسيحي والشارع المصري والشارع العربي نعمل كذا، أنا عايزك أنت بتقول إيه؟ هاخد عليك. يلا يلا صلي معي، أنا مش هتكلم تاني، بس أنا بشجعك أعمل كذا. لو بتصارع في دايرة ما تخافش تملك يسوع بجد، سيب له، سيب إيدك، سيبي إيدك على الحاجة اللي أنت ماسكاها وتقولي هعملها، هتصرف، مش هتعرفي، أنت مسكينة. اديله الموضوع، اديله هو الموضوع، وقول له املك، سود، ارفع علمك. هاليلويا. هذه اللحظات غير عاديه، هذه اللحظات تاريخيه ممكن تبقى في حياتك. ملك الرب على ازمات في علاقات، على ازمات في خدمات، على ازمات في احتياجات، على بيت، على اولاد، على شغل، على صحتك، على كل حتة مخوفاك، على كل حتة مضايقاك، على كل حتة مخليك جاي منحني ومقفول متضايقة مش قادر تفرح. ملك يسوع، ما تقعدش ساكت، ملكه ملكه، يعني يبقى السيد بجد، يعني كلمته تمشي بجد، يعني اللي هيقوله هيتم بجد، يعني هتعمل هيقولك عليه بجد من النهاردة. ممكن ترجع في قرارات بعد هذا الاجتماع طبعا، لانه ده مش قرار من عند الرب، ترجع. ممكن تاخد تغيير مسار من النهارده في حاجات بتعملها طبعا. كل موضوع موضوعك، قول له القصه قصتك، قول له الازمه ازمتك، وهقضى عليك بجد، هقضى عليك بجد، هعمل اللي انت بتقول عليه بجد، هصنع مشيئتك بجد، هعملها بطريقتك، حتى لو ما عجبش الناس وما عجبنيش، حتى لو طريقتك تبدو ضد مشاعري هعملها. يسوع يحول اللعنة إلى بركة، يسوع يحول العار إلى مجد، يسوع يحول الخربانة إلى مبنية، البرية تبقى بستان، يبني المنهدمة، يصلح ويعمر الخربانة، يشفي اللي مرضت واتدمرت.
واحنا بنقول كلمات ترنيمه اللي جايه كده من قبل ما نقولها غمض عينيك معايا، غمض عينيك. ايه الدايره اللي عايز تملك يسوع عليها؟ ارفع ايدك بسلطان لو عاوز، لو مش عايز ما تعملش كده، لو مش عايز ما تعملش كده ارفع ايدك لو عايز، وقول له الدايره دي انا رافع ايدي بقول لك لك السلطان وحدك، لك السياده وحدك، لك الملك وحدك، مفيش وجود لقوه تانية طول ما انت هنا، مفيش وجود لقوه تانية طول ما انت في الدايره ديت. ملك يسوع على الارتباط، ملك يسوع على الخطوبه، ملك يسوع على الجوازه، ملك يسوع على الولاد، ملك يسوع على الشغل، ملك يسوع على الخدمه، ملك يسوع على المشكله، ملك يسوع على الازمه، ملك يسوع على الديون، ملك يسوع على الاحتياج. قول له همشي بطريقتك، اعلن ملكه، ارفع ايدك كرايه بتقول يسوع هو الملك وارفض وجود اي سلطان تاني. جسدك ملك يسوع على جسد، قول له الجسد ده بتاعك ويمشي بطريقتك وقوانينك. عمري ووقتي، حياتي وايامي خايف من بكره، قول له بكره بتاعك، انا بعن بكره ملك ليك وهمشي فيه وراك ومعاك. هللويا 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 هللويا. اشعر احباء هذه اللحظات ان في ناس مخلصه عملت كده، والعدو بيلم حاجته وبيطلع، بيلم حاجته وبيطلع، خلاص خلاص ما بقاش ليه مكان، لان يسوع دخل المشهد. هللويا، لان يسوع دخل المشهد العدو بيلم اوراقه وبيطلع، بيلم اللي عمله وبيطلع، بيطلع بيطلع، لان يسوع ملك، لان يسوع اصبح السيد في المشهد. ورب الشيك يرحل العدو باسم يسوع. قول معي باسم يسوع، مالكش مكان في المشكلة دي، مالكش مكان في المرض ده، مالكش مكان في صحتي، مالكش مكان في البيت، مالكش مكان في أفكاري، مالكش مكان في علاقاتي، مالكش مكان في مشاعري. يسوع 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 ملك، يسوع السيد، يسوع صاحب السلطان، يسوع اللي نخضع ليه، يسوع هنعملها بطريقته. كلمة الرب هي اللي تمشي في البيت وحياتي، على ذهني وأفكاري، على علاقاتي، على الفلوس، على احتياجات، في اسم رب يسوع. أو هاليلويا 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 هاليلويا، أو هاليلويا هاليلويا. إيدي العدو تتكسر باسم الرب يسوع على كل دايرة فيها لخبطة. اطلع برا، يسوع هيملك على البيت، هيملك على الجسد، هيملك على العلاقات والحياة. افتح قلبك ليسوع، لو ما فتحتش قلبك ليه افتح بيتك ليه، قول له محدش يملك على البيت ده غيرك، على العلاقة دي، على المشكلة دي، على القصة دي. ورب الشكة درس سنة درس هللويا هللويا رب الحياة في داخلي الكل قاهر فهبتني هللويا في المسيح رفعتني إله المجد إله المجد رب الحياة هللويا في داخلي الكل
الكل قال الكل منك، كل بركة، كل نعمة، كل نجاح منك، أنت السر في المسيح رفعتني كل الحياة. هللويا. كل قلبي، كل قلبي يباركك، كل الحياة ملكا لك، عمري أحيا لمجدك، لمجدك أكسونك لك وحدك قلبك بتقوله الأبدي أنا لك، تقدر تقوله اللي هتقولي عليها أعمله؟ موافق؟ اللي موافق يقوله، اللي موافق يقوله، لا قولها له بقوة، أنا موافق اللي أنت هتقول عليه يمشي، كلمتك تمشي، لأنك أنت بجد الكبير، أنت بجد السيد، أنت رب الحياة بجد، رب الحياة، كلمتك تمشي وطريقتك تمشي وفكرك يمشي واللي تقوله يمشي، وهرجع في قراري وهغير حاجات بعملها عشان كلمتك انت اللي تمشي، مش هعمل حاجة من دماغي ولا بطرق البشر، همشي وراك ومفيش دايرة الا وهتبقى انت الملك فيها. اخضع ليك. هللويا 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 هللويا. لا هتقول عليه، انا عايز اصلي في دقيقه قبل ما هنرنم، هقول لكم هنرنم بايمان اعلان خاص، هنقول ترنيمه دلوقتي، بس غمض عينيك معايا اقول للرب هذه اللحظات، يا رب كلمني في كل دائره من دوائر حياتي اعمل ايه، كلمني في الخلوه، كلمني وانا بقرا الكتاب، كلمني وانا بحضر الاجتماعات، كلمني وانا في الشارع، كلمني وانا في الشغل، يا رب كلمني في احلامي، كلمني اعلن ليا اللي في قلبك، قول لي اعمل ايه وازاي وامتى، انا اعلن سلطانك على كل دائرة وهخضع لي، كل هتقوله هعمله، ولا هتقوله هعمله، لا هتقوله هعمله، أنت الملك وليس سواك. لو قلت وقف ده هوقف، لو قلت سيب هسيب، لو قلت اعتذر هعتذر، لو قلت تحرك بطريقة مختلفة عن الطريقة اللي انت كنت ماشي بيها بقالك سنين هغير الطريقة حتى لو ده صعب، أنا هخضع ليك باسم رب يسوع. يا رب أصلي أنه من هذا اليوم فصاعدا في كلمات خاصة وفي إعلانات وفي نور لتغيير طرق وأساليب ولإصلاح أمور متلخبطة في علاقات، في سلوكيات، في شغل، في فلوس، تغيير يحدث من هذا اليوم فصاعدا باسم رب يسوع المسيح. أمرا جديدا ينبت اليوم يا رب، مسار يتغير في اسم يسوع. هللويا 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 هللويا. في اسم الرب يسوع، في اسم الرب يسوع، في اسم الرب يسوع، في اسم الرب يسوع. جوه قلبي قوي وانا بتكلم انه الناس اللي ملكت بجد العدو بيطلع. فهنقول الكلمات دي بسلطان دلوقتي، بسلطان على كل دايرة. أنا معرفش عنك حاجة ومعرفش الرب اللي بيقود له، لأنه بصلي من قلبي أن الرب يتكلم. لو خمسة، لو عشرة هنا أو بتتابعونا أيا كان رقم، لو واحد ده غالي جدا، بس خليني أقولك، لو يسوع ملكته من قلبك وانت خاضع لي، العدو بيلم حاجته وبيطلع، أنا شفته بيحصل كده، بيمشي ما بيقدرش، خلاص في ملك جديد جه، في كبير جه، خلاص ما يقدرش يقعد، ما يتحملش،
لما يقوم الرب يهرب أعدائه، ما يقدرش العدو يبقى موجود في دائرة الرب فيها السيد والملك، يهرب من أمامه. هنقول الكلمات دي بإيمان، وإحنا بنقدم عطيانا للرب النهاردة. الحد الأول عطى مخصص لخدمة إخوة الرب، هنقدم عطاء سخي لهذه الخدمة، لكن اسمعني وإحنا نقول كلمات الترنيمة اللي جاية. ارحل من أمامنا، مفيش حتة العدو يحط رجله فيها. أسمع أمين قوية. مفيش حتة أنا مش بقبل في دايرة في حياتي العدو حاطط فيها رجله. مفيش دايرة، مفيش دايرة. اصنع بينا نهضتك، اصنع بينا نهضتك في اسم يسوع. ارحل من أمامنا، ارحل من أمامنا في اسم يسوع. هللويا هللويا هللويا. اصنع بينا نهضتك باسمك، اعلن دم يسوع على كل دائرة، وعلننا دمك على أجسادنا، على بيوتنا، على علاقاتنا، في وجه عدونا. نارك أرسل لنا باسم يسوع، نيراتك أشعل فينا. في وجهنا باسم الرب يسوع تحت أقدامنا. هاليلويا. رب الجنود معنا، ارحل من أمام. اصنع بينا نهضتك، اصنع بينا نهضتك كارزين باسمك، معلنين دمك. في وجهنا دوما تحت أقدامنا، رب الجنود معنا، ارحل من أمامنا. هللويا 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 هللويا. أمين أمين في اسم الرب يسوع. أمين أمين. خلي ودانك مفتوحة لقولك عليه اعمل الوقت اللي جاي. أسمع أمين مهما قال لكم. حاضر. مين ماضي؟ ما حدش يرفع ايده عشان مفيش داعي الاحراج. مين ماضي له على ورقه بيضه؟ عارف يعني ماضي على ورقه بيضه؟ اي حاجه هبل تحت امرك. مفيش لا، مفيش استنى، في حاضر حاضر حاضر. ممكن تبقى صعب عليك حته، هيديك نعم على فكره، هيديك قوه، هيديك طاقه. امين امين في اسم الرب يسوع. هللويا أمين. قبل ما ناخد الميدة خليني أكمل مع حضراتكم سلسلة مرتبطة بالرب حطه على قلبي في هذا العام. إنجيل يوحنا أصحاح 16، إنجيل يوحنا أصحاح 16 هقرأ من أول عدد 1-4 ثم آخر عدد من نفس إنجيل يوحنا أصحاح 16. إنجيل يوحنا أصحاح 16. قد كلمتكم بهذا لكي لا تعثروا، سيخرجونكم من المجامع، بل تأتي ساعة فيها يظن كل من يقتلكم أنه يقدم خدمة لله. سيفعلون هذا بكم لأنهم لم يعرفوا الآب ولا عرفوني، لكني قد كلمتكم بهذا حتى إذا جاءت الساعة. يعني إذا حصل اللي فات ده من حاجات صعبة معكم، تذكرون أني أنا قلت لكم، ولم أقل لكم من البداية لأني كنت معكم. آخر عددين، آخر عددين من نفس الإصحاح، يوحنا 16:32. هوذا تأتي ساعة وقد أتت الآن تتفرقون فيها كل واحد إلى خصته، وتتركوني وحدي، وأنا لست وحدي لأن الآب معي. قد كلمتكم بهذا ليكون لكم في سلام. في العالم سيكون لكم ضيق، لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم.
أي حد بيقرا الكتاب المقدس بطريقة منتظمة وعنده بعض الخلفيات يدرك أنه يوحنا 16 ده اللي هو بلغتنا احنا يوم خميس العهد اللحظات الأخيرة قبل الصليب، بنسميه حديث العلية. والحديث ده متسجل في إنجيل يوحنا من أصحاح 13 لحد أصحاح 17، اسمه حديث العلية، أي الحديث الأخير للرب يسوع، أي آخر كلمات الرب يسوع مع التلاميذ قبل الصليب. فبيحكي معاهم عن حاجات غالية جدا جدا، من أثمن الحاجات اللي تقراها وتهتم بيها، لأنه الحديث المطول الأخير للرب يسوع مع التلاميذ، وكان حديثه عن المؤمنين في التوقيت ده. يعني ده ينفع أي ابن وبنت يقرأ من 13 ل 17 يبقى الكلام كأنه بتاعك أنت، مش بس بتاع التلاميذ، لكنه حديث موجه لكل أولاد الرب. فهو بيحكي لهم، بدأ 16 بهذا التعبير، تعبير قوي جدا، قد كلمتكم بهذا. التعبير ده تكرر 4 مرات بس في يوحنا 16، وجاء قبل كده في يوحنا 15، متكرر، تعبير متكرر، قد كلمتكم بهذا، قد كلمتكم بهذا. الفكرة هنا بيقولهم، أنا بقول لهم، بيقول لهم أنا بكلمكم عايزكم تبقوا عارفين، بفهمكم، بوعيكم، بديكم نور على اللي بيحصل وهيحصل. الكلمة اللي جاية بعدها مهمة جدا لأنها مفتاحية، يقول قد كلمتكم بهذا لكي لا تعثروا. كلمة في اليوناني تعثروا لها معاني أكتر من معنى، تعني لا يهتز إيمانكم، لا يضعف إيمانكم، لا ترجعوا إلى الوراء بسبب إيمانكم اللي ضعف فترجع تاني الوراء، لكي لا تشكوا، لأن الشك مدمر، فقدان الإيمان مدمر. فقولهم أنا بكلمكم لأني خايف على حاجة ومهتم بحاجة. يسوع أنت مهتم بإيه بينا كتلاميذ ليك ولاد ليك؟ يقول لكي لا تعثروا. أنا فارق معايا الحتة دي، لكي لا تعثروا. معنى تاني من معاني هذه الكلمة، كلمة تعثروا، فخ، فخ يمسك فيك فيعطلك يربطك. فبيقول لهم بكلمكم عشان أحميكم من فخاخ معمولة ليكم عشان تتعطلوا. في فخ معمول ليك تعاق أو حتى يقضى عليك روحيا تماما. الآية رهيبة جدا. وعايز أقول لحضراتكم اللي جوه قلبي وأنا بتحرك من رأس السنة لحد دلوقتي، إنه رب عاوز يطلق الأبطال بتوعه. أنزل أبطالك يا رب. رب عايز يطلق أبطاله. مين أبطال؟ ولاده. أيوة، بس ولاده مش أبطال. دي كلمة مرات عشان إحنا بنشوفها بطل العالم مش عارف في إيه، اللي هو حاجة يعني أقوى حاجة، أفضل حاجة، أعظم حاجة. البطولة في الحياة المسيحية مش كده، مختلف. هيدسون تيلور واحد مرسل راح للصين قال جملة الحقيقة أثرت فيها، كنت بقراها في كتاب خلال الأسبوع اللي فات. الجملة بما معناه ان الرب ولاده ابطال لكنهم ضعفاء، وبطولتهم ليست في قوه امكانيات او شطاره في دائره من الدوائر، بطولتهم في ثقتهم في الههم، في ايمانهم به. هم عارفين وباصين عليه كويس، عشان كده هم ابطال. فالبطوله مش قدرات خاصة لبعض الأفراد، مال إيه؟ كل ولاد الرب أبطال، عندهم ضعفات وصراعات وأتعاب مع أمراض، مع مشاكل، مع احتياجات. قوتهم بطولتهم في ثقتهم في الرب، في إيمانهم بالرب. دي البطولة، دي القوة. عشان كده يقولون قد كلمتكم بهذا لكي لا تعثروا. أنا خايف عليكم،
خايف عليهم من ايه يا رب؟ قال خايف عليهم الايمان يهتز، الايمان يضعف، يرجعوا ويعاقوا. خليني ارجوك اسمعوا في التعبير الجاي ده لانه مهم قوي قوي. بعد ما بتسلم حياتك المسيح، انا ما اعرفش الحاضرين هنا بتابعونا، لو انت مش ابن للرب، حرب ابليس معاك انك ما تعرفش المسيح وتعيش بعيد عنه، حتى لو كنت بتحاول تتكلم معاه بس مفيش علاقة حقيقية، مفيش شركة، هو مش جوه يعني، يعني هو صورة، هو صليب على الإيد أو سلسلة بصليب، لكن هو مش موجود في الحياة، مش ملك ورب في الحياة، مش هو الكبير في الحياة، مش هو السيد في الحياة، أصل هو رب في الحياة قصة تانية. طب وإبليس عايز إيه؟ ممكن يقبل يخليك تصوم وتصلي وتبطل خطايا بس يسوع ما يخش قلبك، تخيل؟ ليه؟ لأنه مفتاح القصة كلها دخول المسيح في حياتك، مش تبطل خطية. لو يسوع دخل قلبك هتبطل خطية، بس لو يسوع ما دخلش قلبك ممكن تبطل خطية؟ آه ممكن، ممكن عندك بعض الحاجات المهذبة تبقى مهذب ومحترم ولطيف بس هتروح جهنم، لأنه القصة مش في أنك تبطل خطايا، القصة في أنه أين يسوع؟ أين يسوع؟ هل يملك على القلب؟ هل في شركة وعلاقة حقيقية معه؟ هل دخل حياتي وغير طبيعتي الفاسدة واداني طبيعة جديدة وسكن فيها بروحه؟ دي القصة الكبيرة، مش لطيف، مش طيب، مش غلبان، مش ابن حلال، مش بيدي للفقراء، مش عارف مؤدب، ابن ناس، كل اللعبكة دي مش حقيقة. كل اللي احنا بنقوله ده في ناس كتيرة ولاد حلال وطيبين ولطف وزراف وبيدي فلوس للفقراء وهيروحوا جهنم، لأنه يسوع لم يملك على القمر لا طريق آخر للسماء بدون عمل المسيح على الصليب وخلاص الإنسان بدم يسوع. من يقول أمين معي؟ فيش سكة تانية، يدخل قلبك يديك حياة. فالحرب إبليس مع الخاطئ إيه؟ إنه يحاول يا إما يقول له أنت وحش أوي 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 ما تنفعش، أو يقول له أنت كويس أوي أوي خليك كده. طيب ده فريق. طب بعمل سلم حتى المسيح ليس يحاربني ليه بقى؟ ده لازم يحاربك ويحاربك ويحاربك و24 ساعة شغال حرب ضدك. ما هو الغرض من الحرب دي؟ هقول لك نقط سريعة عشان دي قصة عايزها وعظة واحدة كاملة، بس هقولهم لك بسرعة كده. الغرض، غرض حرب إبليس منك إيه؟ انفصالك عن شركتك عن الرب، بعدك عن الرب. يعملها إزاي بقى؟ ألف طريقة، كل واحد فينا ليه منهج معاه. ففي ناس خطايا، بيحب خطايا معينة، فصلها عن الرب، فصلة عن الرب، ومش قادر ويصارع، خطية بتفصل الشركة فعلا فتعبان. أدي فريق. فريق التاني عدم الغفران. ليه؟ جرحت، أنا اتغلط في حقي، ودول مجموعة من الناس أول ما بيتجرحوا بيتعبوا جدا، ما بيقدروش أبدا يسامحوا بسهولة. فلما إبليس يحب يركن واحد من النوع دول يعمل إيه؟ يزق على اي حد، وطبعا ده سهل جدا، دي اتخبط اركن، يقعد 5-10 سنين عقبال ما يفوق اذا فاق. ليه؟ مجروح. وممكن يجي الكنيسه، اه طبعا ممكن يجي الكنيسه عادي، بس هو ابليس خلاص فصله، هو فصله خلاص. تيجي ما تجيش بقى ما تفرقش معاه، ترنم ما ترنمش ما تفرقش معاه، انت مفصول عن الشركه مع الرب. وهقول لك دلوقتي يعني ايه مفصول عن الشركه مع الرب، يعني توصل لفين القصه معك. بس بقول بيستخدم ايه؟ ثلاثة، مشغولية، يلهيك في شغل، ايه دولار والاقتصاد وهيش ازاي وتتلهي. يلا خناقة، احتياجات، طموحات في الارض، غيرة وتنافس مع بعضنا، مين جاب انا هجيب، هو احسن مني فيه هثبت له، ويغذي إبليس. وتمشي الناس يعني سنة ورا سنة والعمر يعدي، هو مشغول مشغول مشغول. لكن اللي كنت بقوله الوقت دي واحدة من الطرق، العثرة. العثرة، العثرة مش بس من المؤمنين والكنائس والناس، دي طريقة طبعا. في ناس كتير قوي بطل يصلي، ليه؟ تعثر لما شاف القسيس أو القائد أو الخادم بتصرف غلط بطريقة من الناس. لكن تعرفوا كمان عدد كبير مرات إبليس بيخليهم يعثروا في الرب نفسه،
فالرب شخصيا. وده طلع ناس ملحدين، وده طلع ناس ما بيصلوش، وطلع ناس عايشين في خطايا وبعاد خالص، تعثروا. طريقة من الطرق اللي بيستخدمها لفصل الناس عن الرب. الفصل ده يعمل ايه؟ يخليك ولا حاجة. يعني ايه ولا حاجة؟ يعني انا وانتو كده عشان بس نبقى متفقين، انا وانتو اي حاجة عدلة فينا بتاعت يسوع. مين يقول امين معايا؟ الجمال من مين يا جماعة؟ من يسوع. الحلاوة من مين؟ النعمة من مين؟ القداسة من مين؟ لا اسمعكم، من مين؟ السلام من مين؟ النور من مين؟ هو 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 هو. طب انفصلت عن هو كل حاجة، حالك اصبحت ايه بعد كده؟ ولا حاجة، ولا حاجة، ولا حاجة. بس ممكن تيجي الكنيسة وترنم عادي، هدى ده ممكن يبليس صحيك ولا روح الكنيسة عادي، يعني فرش معاه طول ما انت مفصول، هو مش متأزم خلاص. انت بقى لازق في الرب، والشركة قوية، وكتاب مفتوح، وركب ساجدة، وتسبيح وعبادة، وعلاقة مع الرب، ويكلمك وتكلمه وتمتلئ بالروح وشبعان بيه. لا لا لا، ده رعب عنده أزم. ليه بقى؟ ليه؟ لأنه أول ما تنفصل عن الرب بأي طريقة من الطرق، بخطايا، بعدم غفران، بمشغولية، بالاحتياجات، بالعيال، بالخلفة، بالجواز، بالفلوس، مش عارف إيه، بالخناقات، يلهيك في أي مواضيع، في أزمات، أو متعسر، صعبان عليك من ربنا، صعبان عليا من ربنا، ليه يحصل؟ أنا مصدوم في ربنا، أنا زعلان من ربنا، ليه يحصل لي كده؟ ما أنا صليت له، طب ما أنا قلت له، طب ما سمعنيش ليه؟ وده حقف عنده، لأن الرب كلمني. الفريق ده الرب عاوز يكلمه النهارده بطريقه قويه، لان ده مش قليلين صعبان عليهم من ربنا وزعلانين منه. وليه انا ابقى في البيت ده؟ وليه انا جيل المرض ده؟ وليه ظروفنا تبقى كده؟ وليه اطلع من حته اخش حته؟ وليه ما اخفش زي ما الناس خفت؟ وليه ما تبركش ماديا زي ما الناس اتبركت ماديا؟ وليه عيالي كده؟ وليه جوازتي كده؟ وليه فلان يموت وانا بتعبان كده؟ وليه انا اعدي بالمشكله دي وزعلان مش فاهمك؟ وصلت لك وقلت لك ما يحصلش كده وحصل. انا زعلان، انا تعبان، انا متلخبط. ودول مش قليلين، وهنصلي عشانهم النهارده. لان بصوا كلام المسيح عامل ازاي. خدت بالكم من ايه يا جماعه؟ قد كلمتكم بهذا لكي لا، يعني رب يقول انا خايف عليك من انك تدخل الفخ ده، انا خايف عليك تتزنق في الحته دي، خايف عليك، خايف عليك تعصر. طيب ارجع الحته دي عشان اخلصها واكمل في الجزء الباقي ده ونقدر نصلي مع بعض. يبقى غرض العدو فصلك عن الرب، فصلك عن الرب. ماذا يحدث عندما تنفصل عن الرب؟ تفقد تمتعك بكل البركات المجانية المتاحة ليك من خلال الصليب وعمل المسيح. تفقد عندك كم من البركات مش طبيعي، رهيب. سلام، فرح، نصرة، كل البركات هنا مفقود، مش متمتع بيها، مش متمتع بالبركات. عندك ببركات أنت غير مستمتع بها، مفقودة، لأنك بعيد عن مصدر البركة يسوع، مصدر كل بركة. اللي بعدها إيه كمان وأنا بنفصل عنه؟ هتبقى، وده غرض إبليس بقى، الجملة جاية تبقى مهمة قوي، اسمعني كويس. غرض إبليس الكبير إن المؤمن يعيش على الأرض لحد ما يموت ويروح السماء بالسلامة، خلاص يروح السماء، بس المهم يبقى ملوش لازمة في الدنيا، اللي أنا بسميها بلا فاعلية، مش مؤثر. يعني أنا آسف في الجملة، ما ليكش لازمة، يعني ما حدش يزعل مني. يبقى أخرك، أخرك يعني تحضر كنيسة تحط العطية من حد، بس أخرك خلاص. بس حياتك الخطة، أصل انتوا فاهمين يا شعب الرب ان الرب عامل لكل واحد فينا خطه خاصه، ودعيك تؤثر في الارض وتبقى شهاده. هو المسيح لما قال الجمل دي كان بيشجعنا، لما قال لنا انتم نور العالم عشان تنبسطوا حبه، مش تنبسطوا، ما ليه؟ ده قصد وجودك، انت هنا عشان كده، انك تبقى نور، في مسؤوليه، انت نور، دنيا كحل،
مخليك ليه عايش؟ ما ياخدك السماء أحسن عشان انت نور. انت نور. انت ملح الأرض. ما كانش بيشجعنا وانك المتين حلوين كده وانا عشان تنبسطوا. بيقول ده دورك. انت هنا تحفظ العالم من الفساد. انت ملح. وما انا موديك الشغلانه دي ليه؟ انت ليه في المحل ده؟ انت ليه في المصنع؟ انت ليه في المكتب ده؟ انت ليه ساكنه هنا؟ انت ليه عايش؟ انت ليه بتعامل مع الناس دي؟ كل واحد فينا بيتعامل في دائره معينه. انت نور وملح في الدائره دي. انا مدعو انك تبقى بركه. فتبقى مالكش لازمه بلا فعليه. يسعد جدا ابليس بقى بالناس دول. يسعد جدا بيهم. وعلى فكره هيشجعك تيجي الكنيسه ولا يفرق معاه خالص طول ما لكش لازمه بالنسبه له. ودول موجودين كتار. اسف اقول في محضر الرب كتار. كتار يعلم مرات بعض الناس بقى مستوى بتاعهم يعلم. مش مبقاش له لازمه بقى. لا مرات بنقول يمكن ده ارحم سنه شويه. ما ليه بقى؟ يبقى مؤذي. مؤمن مؤذي متعب موجع محبط كلامه صعب مع مراته مع اولاده مع اخواته في الكنيسه في الشغل. معثر للناس. سبب تعب اللي حواليه. ممكن يعور في اللي حواليه. ممكن يشجع ناس على حياه ضعيفه بهته حواليه. هو تعبان ملوش هويه روحيه بلا قوه. انا هاخد مثل بحب افكر فيه دايما يمكن يساعدك تشوف القصه ديت. اعمال 27 لو حد فيكم بيحب يربط الكتاب كده يبقى ذهنه على طول شغال. ده بولس رايح هيقف قدام قيصر. ركب السفينه وحصلت امواج ولخبطه كتيره. وصل فين؟ وصلوا خلاص فقدوا الامل في النجاه. اعمال 27 مفيش اي امكانيه ان ممكن هيحصل انقاذ خلاص. ويقول كده انتزع اخيرا كل رجاء في نجاتنا خلاص. ده عدد 20. ندخل بقى الايه اللي عايز اقف عندها عدد 23. بيقول ايه بقى؟ بيقول لهم لأنه وقف بي هذه الليلة. مين المتكلم هنا؟ الرسول بولس بيكلم مين؟ في السفينة. السفينة فين؟ في وسط الدنيا الكحل والضلمة والأمواج وبتبهدلة وخلاص هيموتوا. كام واحد ركب السفينة؟ 276 واحد. 276 بني آدم في السفينة هيموتوا خلاص بما فيهم الرسول بولس. فبيقول في عدد 23 لأنه وقف بي هذه الليلة ملاك الإله الذي أنا له والذي أعبده. عدد 24 قائلا لا تخف يا بولس ينبغي لك أن تقف أمام قيصر. لو شايفين الجزء الباقي قولوا أسمع صوتكم قولوا يلا. هبص عليكم وشوفكم بتقولوا ولا لأ. هو ذا قد وهبك الله جميع المسافرين معك. يعني الرسول بولس في السفينة دي بارك. كل دول انقذوا بسبب مين؟ بولس. يعني المؤمن يدخل حته بركه. يركب اتوبيس يركب طياره يركب قطر يركب عربيه بركه. ليه؟ حراسه حفظ رعايه ضمان. ابني هنا كويس. والمسافرين كلهم انقذوا بسبب مين؟ بولس. بركة ل 275 واحد. لأن بولس ملتصق بالرب وفي مشيئة الرب وخاضع للرب وفي شركة عميقة مع الرب والرب بيكلمه وريح عشان خاطر الرب متحرك ورا الرب كويس. ممكن بقى نقلب من العهد القديم نطلع يونان أصحاح واحد. ركب السفينة بس مش في إرسالية إلهية. مال ايه؟ ماشي بدماغه. مالك يا عم يونان؟ مش عاجبني اللي ربنا بيقول لي عليه. حد فاكر كنت بقول ايه في التأمل؟ مش عاجبني. ليه؟ عايزني اروح نينوى وانا مش عاجبني نينوى. مال ايه؟ لا انا مش عاجبني ما اروحش الناس دي. الناس دي ما بتقهاش ما بشرح لهم انا. الناس دي انا ما بحبهمش ما بشرح لهم. وبعدين هيتوبوا. طب ما كويس يتوبوا. لا مش عايزهم يتوبوا.
ليه يا عم يونان مش عايزين تبقى؟ عشان يولع فيهم ويموتوا وتحرقوا، عشان هم وحشين، عشان هم. ده مش قلب الرب يا ابني، ده مش قلب الرب يا حبيبي. لا انا مش عاجب، مش هروح، انا عارفك انت طيب وهتحب الناس وهيتوبوا. طب ما كويس يتوبوا. لا مش عايزهم يتوبوا. طب هتعمل ايه؟ انا هربان. يلا راح ركب السفينه وعمل عكس، همشي عكس الاتجاه. يونان نبي. انا اتحدث عن واحد عادي، بتحدث عن واحد نبي من رجال الله مفروض، بس بره المشيئه، بس بره الشركه، بس انفصل. تتقلب الدنيا وتولع، الناس يتجننوا، قاعدين جوه السفينه قالوا كل واحد يطلب الهه، هنموت احنا بنغرق. وبعدين راحوا ليونان لقوا نايم، قالوا قوم صلي لالهك. وبعدين قالوا طب عايزين نشوف حل، جات لهم فكره، نعمل ايه؟ نعمل قرعه. ليه؟ قال بسبب من هذه البليه؟ مين سبب البلوى اللي احنا فيها دي؟ وعشان عايزين نشوف مين سبب المصيبة. عاد سبعة، بسبب من هذه المصيبة؟ بلوى ومصيبة، واخدين بالكم؟ انتم مركزين معايا؟ ركزوا معايا. بلوى ومصيبة، بسبب من هذه المصيبة؟ بسبب من هذه البلوى؟ طلعت القرعة على مين؟ يلا يونان واحد مع عمال 27، حد مركز معايا؟ شايف الفرق بقى؟ ده في السفينة وده في السفينة، ده ملتصق في المشيئة وخاضع للرب وفي شركة، وده كاسر العلاقة والشركة وماشي براسه. ده بركة بينقذ 275 بني آدم، رب له حوهبهم لك، يلا حباركهم بسبب انت موجود هنا. والتانين المصيبة حصلت والبلوى حصلت عشان هو موجود في وسطهم، ولما رموه هديت. اعتقد الرسالة وصلت، مش محتاج اعلق. في بعدك عن الرب كزوج، كابن، كأم، كأخت، كزوجة، كخادم، كرجل اعمال، انت بتبقى سبب بلية ومصيبة للناس حواليك، بتؤذي، بتؤذي اللي حواليك. على فكرة مرات ما بتقصدش ومرات تقصد، لانك متلخبط. مرات ما تقصدش وتعور في اللي حواليك، ومرات تقصد، ومرات تعثرهم، ومرات لأنك مش في الروح مش عارف تبقى بركة ليهم، وسبب تعب ناس حواليك. ده غرض العدو، اللي بقولكوا ده غرض إبليس، إنك تنفصل عن الشركة، تتحرم من تمتعك بالبركات اللي ليك على الأرض تعيش، وكمان تتحرم من دعوة الله ليك، فأنت مدعو تكون بركة، نور، ملح، وباركك فتكون بركة. دعيك رب تكون بركة، تدخل مطرح ما تدخل تحمل حضور الله، تحمل نور الله، تحمل مجد الله، تحمل رسالة الله، تحمل حياة. لسانك ما بينطقش غير بالبركة، حامل حياة، حامل فرح، حامل رجاء، ابن وبنت للرب. كل يتعامل معك يشعر بالنور والمحبة وينجذب للمسيح، لك مليان بركة. أو ما تبعد عن الرب تبقى سبب مصيبة، سبب بلية. عشان كده ده غرض إبليسي كبير، إنك تبقى يا مالكش لازمة، يا مؤذي ومتعب ومعسر، وعن طريق فصلك من الشركة والعلاقة مع الرب بأي شكل كان، بأي خدعة. طبعا اللي قلته النهاردة عناوين كبيرة، لكن في طرق تانية، بيستخدم طرق تانية. مرات ناس يدخلها في أزمات كده، شكوك معينة، إحباط من نفسه، أي طريق. مهم في الآخر ابعد عن الرب، ابعد عن الرب، ده الغرض الرئيسي، وتبقى مالكش لازمة، يا إما مؤذي أو متعب اللي حواليك. عشان كده يقول كلمتكم بهذا لكي لا تعثروا. أنا خايف عليك وتكون الضربة دي ضربة توصل ليك، فإن النتيجة الفخ ده يمسك فيك، فما تبقاش قادرين تعيشوا وتحققوا القصد والدعوة. باسم الرب يسوع المسيح، مخطط إبليس يفشل عن كل ابن وبنت للرب. أسمع أمين قوية من شعب الرب. رب يدي يقظة للكنيسة، رب يقظة لكنيسته وشعبه. لا مش هنسيب خطية تفصلني عن الرب، لا هنطرح كل اسم ولا عدم غفران ولا مشاكل ولا حاجة تاخدني من الرب، لأننا به نحيا. لا قولوها تاني بقوة، لأننا به نحيا.
احنا هو سر حياتنا. انا اي حاجة تقطع الشركة معاه ما عنديش تفاهم معاه. انا احسم خطية مشغولية عسرة انا غرض العدو انه يفصلني، مش هقبل دوت. وهشجع مجموعة من الناس قول لا بس انا زعلان منه لاني نرجع ليوحنا 16 عندي عسرة منه. ليه عندك عسرة؟ ليه؟ لان عندي توقعات غير حقيقية في الرب وعندي فهم غير حقيقي. ايه فهمنا؟ احنا متخيلين الحياة كلها على الارض فعايزين الارض تبقى ايه بقى؟ جنة. مش احنا مؤمنين؟ سلمت حياتك المسيح؟ ايوه. عايز ايه؟ معياش والفلوس تبقى كتيرة والبيت يبقى جميل والحياة تبقى روعة واللي نفسي فيه يحصل عشان انا بقيت مؤمن. مش دي حقيقة، مش دي حقيقة. فبيحصل عكس كده، انت بتصدم، انت بتعثر، انت بتقول ازاي بيحبني، انت بتشك فيه، انت بتتلخبط، لان ذهنك بيقول انه لو ربنا بيحبني المفروض يحصل واحد اتنين تلاتة اربعة. جبتها منين بقى؟ انا جبتها من نفسي. ايه دليل حبه؟ الصليب. الصليب. الرسول يوحنا مرمي في جزيرة بطمس، راجل كبير في السن، نهاية خدمته، خدمة طويلة وعطاء طويل، خلاص بيموت، حاجة وتسعين سنة، حاجة وتسعين سنة، يترمي في أصعب حتة ومعملش حاجة وحشة، بيشهد عن الرب. ليه الرب ما أنقذوش؟ مش بعت ملاك لبطرس؟ أي ما يبعت له ملاك يطلع؟ ما بعتلوش ملاك. طب يوحنا عارف أن الرب بعت ملاك لبطرس؟ عارف أنا مش عارف؟ عارف، ما كان معاه، ما كان بيصلي معاه. يجي له شيطان يقول له ما عندوش ملاك يبعته لك، سايبك مرمي كده. لا مش بعت لبطرس، مش مع بطرس احسن منك ولا ايه؟ ده انت احسن منه. طيب ده انت حتى ما انكرتش وبطرس انكر، ده انت حتى رحت عند الصليب، ده بيحبك، ده انت قاعد تقول التلميذ الذي يسوع يحبه. ولا قال كده، ما يقول ايه؟ حد فاكر قال في رؤية 1:5؟ رؤية 1:5 الذي أحبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه وجعلنا ملوكا وكهنة. أنا عايزكم تقولها بصوت قوي عشان إبليس هيتجنن دلوقتي منك وأنت بتقولها. كل كمان بقى اللي عنده حاجات مضايقاه كده ومش فاهمها ومزعلاه وصعبان عليها، أنا عايزك تسمع وتقول الذي أحبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه وجعلنا ملوكا وكهنة لله أبي. بيكتبها لنا منين؟ من جزيرة بطمس في المنف. بيحبك؟ قال بيحبني. طب تعبان؟ قال تعبان جدا، تعبان جدا جدا جدا، طلعان عيني بس بيحبني. انا ما شكش في دي ابدا، انا عمري ما شك انه بيحبني، انا عمري ما شك انه صالح، انا عمري ما شك. ليه؟ قال اصل واحنا قاعدين جنبه قال لنا في العالم سيكون لكم ضيق. فأنا مش متوقع جنة على الأرض. هو قال لي لما تيجوا عندي القصة مختلفة، بس على الأرض هتتضايقوا هتتعبوا. عارفين قال لهم إيه في كلمتكم بهذا؟ عارفين هذا دي قبلها إيه؟ ما هو الكلمة دي في قبلها كلام. عارفين قال لهم إيه؟ قال لهم العالم أبغضني وهيبغضكم، هتكونوا مكروهين من الناس، الناس هتبقى قرفانة وزهقانة منكم ودمكم مش خفيف على قلبهم ومش هيحبوكم ويعملوكم وحش، ولو عرفوا يسرقوكم ونهبوكم هيعملوا كده وهيخونوا ويخدروا ويلفوا ويدوروا ويظلموكم وياخدوا حقوقكم ويتعبوكم ويسلبوا أموالكم. في العالم سيكون لكم ضيق. لا تتوقعوا أن العالم هيكون لطيف وبيرحب بيكم لكم يا مؤمنين قدسين، إيه الجمال ده؟ مش هيعملوا كده خالص. أبغضني فيبغضكم، اضطهدني، اقرأ يوحنا 15، إبرة من يوحنا 15، اضطهدني هيضطهدكم على فكرة، هيعملكم وحش جدا، لو طالي موتكم هيموتكم العالم. ما تتعثروش لأنه عملوا معايا كده، ما تنزعجوش عنده حصل كده، بس انتوا هنا ماشيين في غربة قليلة، ده مش وطنكم. ما انتوا ايه؟ انتوا مرسلين هنا، انتوا مبعوثين في ارساليه فتره محدده وهترجعوا تاني.
فترة محددة وهتوصل وطنك. ده مش وطنك، انت نزيل وغريب هنا. ضاعت مننا فكرة الغربة، احنا نسمعها في الجنازات ونمصمص ليمون. لو ايه بقى في الجنازة والناس بتعاد ونحن غرباء، يا سلام فعلا احنا غرباء، ويعيني كده مثلا وخلصت الجنازة، ما احنا ولا غرباء ولا حاجة، عايزين نشوف الدنيا ليه وربنا فين وعملناش ليه وعايزين نعمل وليه وزعلان ومفروض يعمل. تقولي طب ما هو فيش بركات على الارض؟ طبعا في بركات بتحصل على الارض، بس مش ده انتظاراتنا. ما الانتظارات الكبيرة؟ انا رايح وطني، طب باركني وانا بالبركة دي بستخدمها لمجده، طب محروم البركة وانا محروم البركة بستخدمها لمجده. انا بمجده في الحالتين، معايا ومعيش، متبارك مش متبارك، مستريح او تعبان. ففي ضيقي ابحث عن مجده، وفي بركتي ابحث عن مجده. من يقول امين معايا؟ مش حلوه دي، ما عجبتكش؟ هللويا. كلمتكم بهذا لكي لا تعثروا، ما تشكوش، ثقوا فيا. انا يعني ابقى اكمل الرساله دي في وقت تاني، محتاجين ناخد وقت نصلي وناخد المائده مع بعض. بس عايز اقول لك على حاجه مهمه قوي. سهل تعثر لو كتابك مقفول، لانك مش عارفه كويس. اقول لكم حاجه دلوقتي، انا بوعظ على المنبر دلوقتي، ركزوا معايا كده، انا بوعظ على المنبر دلوقتي، وانا بوعظ دلوقتي بركز على جانب معين، فممكن تطلع لك فكره من وعظتي خلاص، وبعد كده تروح اجتماع تاني او تسمع اجتماع دش على تاني، القسيس هيوعظ من زاويه تانيه مختلفه، فتاخد فكره تانيه. ممكن تبقى الفكره دي تبدو مش متناسبه مع دي، تتلخبط لأن الصورة مش كاملة قدام عينيك. تكتمل الصورة فين؟ لما أفتح كتابي هفهم، هفهم النور يحصل، هعرف مين الرب، هعرف فكر الرب، هعرف محبة الرب، هعرف قلب الرب، فمش هتعصر، مش هشك. ممكن أبكي، أتألم، أحزن، لكني أثق فيه. من يقول أمين معايا؟ دموعي تنزل وقول له انت صالح. هي الصورة دي ممكن تحصل؟ انا اسألكوا سؤال، يلا انتوا شطار كلكم. بولس وسيلة في السجن مضروبين، عظمهم متكسر، دم نازل، كانوا بيرنموا، كانوا تعبانين ولا مش تعبانين؟ مدغدغين، جسمهم وجعهم. يعني ممكن مثلا لو كانوا بيرنموا مثلا ايه، هاليلويا الرب صالح، اي اي هاليلو، بيكمل ليه؟ موجوع، موجوع، العظمة ما خبط متكسر، بس بيعمل ايه؟ بيرنم. حد فاهم قصدي ليه بمثل لكم ليه كده؟ اصل انت ما تبقى متخيل ايه انه مثلا ايه بولس وسيلة بيرنموا في السجن، عادي يعني، هم مترابطين بس كله تمام. بيقول لك الجروح دم نازل، عظم مكسر ودم نازل، ومتربطين في مقترة يعني دايس عليهم فوق جروحهم وبيسبحهم. مش المؤمن اللي بيثق في الرب معناه انه مش موجوع؟ لا، بتوجع ويبكي، بس يقول له اؤمن انك معايا وانك جنبي وانك بتحبني وانك عمرك ما سبتني وانك هتكمل معايا وانا مسنود عليك وانا واثق فيك. ايوه حوالي ضيق، بس في تعزيه في قلبي عند كثره همومي في داخلي، في تعزيات يا جماعه، في روح كورس بدي تعزيات، في كتاب، في كلمة بتعزيني. يقول كده كاتب مزمور 19:50، ضيق وشدة أصاباني لكن وعدك، قولك أحياني، كلمتك بتنعشني بتعزيني. أقرأ الكتاب لما تتضايق، لما تقوم تتضايق أقرأ الكتاب. طب ويعمل إيه؟ الآية تعزيك، تنعش روحك، تخرجك من ضيقتك وغمك، وتملاك بالرجاء وسط ما أنت تعبان. أمين. كلمتكم بهذا لكي لا تعثروا، كلمتكم بهذا ليكون لكم في سلام. السلام ده مش معناه الدنيا بره كويسة، العكس، السلام ده الدنيا جوه كويسة وبره مش كويسة. بره تبقى الدنيا مش حلوة بس أنا عندي سلام، بره الدنيا مش لطيفة. احنا مش منتظرين انه الدنيا تبقى كويسة، هنصلي لأجل بلدنا ولأجل اقتصاد بلدنا، وهنقف قدام الرب لأجل، لأنه كتاب علمنا، وزي ما قلت من حدين الكلام ده أو أكتر، نصلي لأجل رؤساء البلدنا، ونصلي لأجل الحكومات، ده 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 وصية كتابية، وهنصلي لأجل اللي بيحصل حوالينا. بس بنصلي وأنا عندي سلام،
سلام مرتبط بشخصه وجوده معايا، مش مرتبط باللي بيحصل حواليا. لو فقدت سلامك النهارده بص عليه وقول له ليغمرني سلامك. اسمعه بيقول لك سلامي اترك لكم، سلامي انا اعطيك، استقبل سلامه. طب انا تعثرت اتصدمت، قوله شفيني النهارده، رد لي الايمان تاني، خلي عيني بص عليك، عايز اقف على صخر ما تزعزعش. خلي ايمان النهارده في شخصك النهارده، كلمتكم بهذا لكي لا تعثروا، ضعفاء لكن ابطال بالايمان، عندنا ثقه فيه. عينيك نزلت عليه بص عليه، افتح كتابك. قبل ما نصلي هقول لكم، احنا الوقت ده كنا في مؤتمر للخدام وراجعين على قلبنا قوي الكتاب المقدس، ربنا كلمنا بقوه هناك وراجعين احنا على قلبنا. هيبقى في ماراثون للعهد القديم هنبداه مع بعض في الوقت اللي جاي، هننبه عليه. بس الوقت ده حاليا هنقرا صمويل الاول وصمويل الثاني كخدام في الكنيسه قلنا، وهنادي لكل الناس اللي يحب يقرا معانا، عايزين نفتح الكتاب، عايزين نحط ايدينا على الايات، عايزين نصلي بالايات، عايزين نحفظ الحق الكتابي. ده اللي هيخليك قوي، عمرك ما هتعصر، هيخليك واقف على الصخر. ادعو شعب الرب افتح كتابك، ادعو شعب الرب احفظ كلمة الرب، ادعو شعب الرب صلي بكلمة الرب، صلي بيحط ايديك على الايات وقوله انت قلت، انت قلت. ادعو كلمة الرب، رد على ابليس بالمكتوب، ادعوك انت ابننا رد على ابليس بالمكتوب، قف بكلمة الرب، امسك في كلمة الرب، ثق في كلمة الرب، وهتلاقي نفسك رغم الألم بتعبر وتثمر في أرض مزلتك وتنجح في إرساليتك. وبشاور كده بالإيمان وهتبقى بركة لكل اللي حواليك، لعيلتك والجيران وفي الشغل وفي المجتمع، تبقى نور وملح العالم. يلا غمض عينيك معانا قبل ما ناخد المايدة، هنصلي دقايق بسيطة كده، غمض عينيك في الدقايق دي معايا. هاللويا هاللويا هللويا 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 هللويا. يا رب اي حد في صدمه في عثره يا رب، ايمانه اتهز شك واتلخبط، انا بصلي تيجي الان تلمسه في اسم يسوع. ممكن تصلوا معايا لاجل النوعيه دي بصفه خاصه قبل ما نقول الصلوه الثانيه ونختم وقتنا. مين يحب يغمض عينه معايا؟ مين يحب يصلي لاجل النوعيه دي؟ انا ببقى صعبان عليا، ممكن يبقى في حد في اجتماع النهارده كنت منتظر حاجه من الرب وما حصلتش، صليت وما شفتش نتيجه لصلواتك، حصل موقف صعب بس زعلان منه، كان عندك حاجة نفسك تحصل، الأمور مشيت كده كويسة وفجأة تخبطت في حاجة، غمض عينيك معايا وهنصلي مع بعض. يا رب أي حد متعثر، أي حد يا رب في صدمة، أي حد يا رب جرح، أي حد كده صعبان عليه، أي حد العدو خبطه في دوائر معنا، يا رب تلمس أعماق شعبك يا رب وتعالج كل شكوك وترد الإيمان من جديد وترد الأشواق من جديد وتحرك يا رب القلوب بقوة الروح القدس في اسم الرب يسوع. هاليلويا 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 هاليلويا. خمد عينيك مع اللي حواليك لانه صلاتك مهمه قوي قوي قوي. يمكن في ناس بتتابعنا وتعبانين قوي ومجروحين، يمكن حد من ولادك او من عيلتك كده مصدوم، وحد من الاسره صعبان عليه من الرب ومش قادر يصلي وعنده فكر مغلوط عن الرب، وبليز شوه صوره الرب في عينيه باسم الرب يسوع. استناره لكل عيون متلخبطه، شفاء لكل ناس اتصدت وتلخبطت يا رب. عالج كل حد ايمانه اهتز بسبب امور حصله متعبه باسم الرب يسوع. يا رب انا بصلي الوقت اللي جاي ده وقت قوي، وقت قوي تيجي تزور ولادك فيه وتنقلهم من كل صدى من كل قفلة يا رب. كل حد متلخبط كده مش عارف ليه ربنا بيحصل معايا كده وفين محبة ربنا، يا رب عالج النفوس دي الآن يا رب. اشفي كل حد تعثر في الطريق، الفخ ده يتكسر باسم الرب يسوع، ولا يعاق اي ابن او بنت للرب عن دعوة وقصد الرب. ارفع ايدك معايا بايمان وصلي، قول معايا باسم يسوع هذا الفخ ينكسر، كل ابن وبنت للرب زنقوا واتخبطوا في ربنا يطلقوا 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 باسم الرب يسوع. انكسر الفخ دوت، لا يعاق اي ابناء او بنات للرب، اللي تعثروا يقوموا تاني من جديد، اللي وقعوا في الطريق يتشجعوا يقوموا تاني باسم الرب يسوع. هاليلويا 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 هاليلويا. حتى
حتى لو مش فاهم ليه. اسمعني وانت بتصلي، حتى لو مش فاهم ليه، حتى لو مش فاهم ليه، مش كتير هتفهم ليه اللي بيحصل معك. مرات تفهم فيما بعد، مرات تفهم بعدين. حتى لو مش عارف ليه حصل كده، والحياة متلخبطة والدنيا اتلخبطت والدنيا مش مستقرة وفي أمور كتير متعبانة، حتى لو مش فاهم ليه قوله رغم اني مش فاهم ليه، أؤمن انك صالح، أؤمن انك حكيم، أؤمن انك لا تخطئ أبدا. أؤمن يا سيد الرب، أؤمن انك بتحول اللعنة إلى بركة. يمكن كان عندك إيمان أن الرب ينجيك من أمر معين ما تخشش فيه، وحصل قبل كده بس دخلت دلوقتي في حاجة صعب عليك، ليه سابني أدخل؟ لا يمكن أن يتركك. إذا دخلت أتون النار هينزل معك أتون النار، إذا سمح ليك تنزل أتون النار عمرك ما هتكون لوحدك فيه، ويعرف هيطلعك من أتون النار وريحة النار مش عليك، هيطلعك من أتون النار ألمع وأجمل وأقوى، هيطلعك من أتون النار بترقية روحية، هيطلعك من أتون النار وانت عندك اختبار، هيطلعك من أتون النار وانت عندك شهادة عظيمة عنه. او هاليلويا او هاليلويا او هاليلويا او هاليلويا او هاليلويا او هاليلويا او هاليلويا. يا رب الشفاء لكل حد محبط او متعسر في اسم الرب يسوع. يا رب كل حد الشكوك بتاكله وحاس انه الرب بعيد منه ومتروك، انت مش متساب ومتروك، ده ابليس كذاب. يسوع قال للتلاميذ كده، قالوا على فكره كلكم هتسيبوني بس انا لست وحدي لان الاب معي. قد يتركني الناس لكن الرب لا ولن يتركني ابدا. هللويا هللويا هللويا. قولوا معايا باسم يسوع شفاء لكل حد شك وتأثر يقوم من جديد. قول معايا، قول معايا باسم يسوع يقوم من جديد. قول معايا باسم يسوع يقوم يقوم. انا جوايا قوي ده غرض الخدمه النهارده، انه اللي تعثروا ودخلوا الفخ ده يطلعوا باسم يسوع. يا رب ارحم كل حد جرح وصعب عليه منك، افتح العيون، اظهر النور يا رب. كل حد ابليس رمى على ذهنه اكاذيب، اصلي الحق يكسر كل كذبه. الرب مش بيحبك ده كذب، الرب بيحبك جدا. الرب مش حاسس بيك ده كذب، الرب يشعر بألمك. الرب سابك، عمر الرب ما سابك ولا سابك. انا تعبان، ايوه الرب متألم معاكي في ألمك، وجاي يقول لك يا بنتي اعطيكي سلام، اسندك في الحته دي، هعبر معاك الضيقه دي، هشيلك في الحته دي وهتخرجي، ولما تخرجي هنسيكي كل اوقات الالم وحول اللعنه الى بركه، وهطلعك اقوى وهطلعك بشهاده تكلمي بيها عني في اسم الرب يسوع، في اسم الرب يسوع. ما توقفيش الصلاه لانه بيسمعك على فكره، ما تفقدش ثقتك فيه لأنه موجود بجوارك، ولأنه أمين وصالح. هيعبر معاك رحلة المرض، هيعبر معاك رحلة الأزمة دي، هيشيلك فوقيها، هيحملك، هيخرجك منها باختبارات. يا رب أي حد إيمانه فقد يسترد إيمانه مرة تانية باسم يسوع. ارفع عليك ناحيته، بص عليه، بص عليه، قل له عايز أشوف أمانتك وصلاحك الغير محدودة. هاللويا 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 هاللويا. مبارك اسمك. هيبقى أمين جدا معاكي ومعاك للنهاية، حتى لو عبرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي، أنت معي. ممكن تعبر في وادي ظل الموت سوى يكون معك، ممكن تعبر في أوقات صعبة لكنه هيكون بجوارك. هو قال كده عشان ما تتلخب ما تزعلش، قال في العالم هيكون في ضيق، هيبغضوكم، هيبقى عندك اضطهاد من الناس، هيبقى عندك معاملات وحشة من الناس، هيبقى في ظلم بيقع عليك، ما تخافش، حول الظلم ده إلى بركة وخير ليك، حول اللعنة دي إلى بركة. حسد إخواتك يا يوسف هطلع منه بركة،
ظلم امرأة فوتيفار يوسف هطلع منه بركة. الأبواب المقفولة هطلع منها بركة. الجروح والأزمات والإهانات هطلع منها مجد. حول اللعنة إلى بركة. لا تفقد ثقتك في اسم يسوع. يا رب كل من تعثر يطلق باسم الرب يسوع. اسم الرب يسوع. هاليلويا 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 هاليلويا. شفاء فيك سلام فيك حياة فيك يا يسوع فيك يا يسوع فيك حرية فيك شفاء فيك سلام فيك حياة. زيارة يا رب زيارة يا رب فيك يا العصرين. يسوع حرية شفاء سلام حياة في يسوع في يسوع فيك يا يسوع حرية شفاء سلام حياة في يسوع في اسم الرب يسوع في يسوع في اسم الرب يسوع فيك يا يسوع. أتلك أتلك يا رب اشفي شفاء تأمر كل متألمين تأمر كل موجوعين تأمر كل محبطين في اسم يسوع. تشفي 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 أمواك شفاء أمواك حياة أمواك محبة من عرش صلوا في دقيقة. تحب ترفع ايدك معايا؟ عايز اصلي معاك ومعانا. مخطط ابليس لايقاف فعاليتي يفشل. ساكون بركة بنعمة الرب. عمري مش هيضيع وببقى ماليش لازمة. مش هيحصل ده خالص ولا هكون مؤذي لحد. انا هكون بركة يا رب. انا عايز اكون بركة. كلامي قعدتي دخولي اكون بركة. أكون بركة في بيتي، أكون بركة في الكنيسة، أكون بركة في الشغل، أكون بركة كل حواليا. لا أعسر أحد، لا أكون مؤذي لأحد، لا أكون متعب، لا كلامي يعور حد ولا سلوكي يعور حد ولا حياتي، لكن أكون بركة. إذا مش شايل كده قاعد أو واقف، مد إيدك ناحية الرب كده وقول له أنا بضع حياتي بإيديك. خلي علاقتي بيك قوية، احفظني في عمق أحضانك فأكون بركة لمن حولي. أنا برفض إن حياتي تبقى بلا لازمة. أنا برفض إن حياتي تكونش ليها معنى. أنا برفض إن عمري يعدي على الفاضي في خطايا أو مشغولية أو إحباط أو عدم غفران. أنا برفض يا رب. عالجني وأقمني. حط يدك عليا. باركني ببركة جديدة لأكون بركة. اطلق حياتي لأكون سبب بركة وراحة. أنا عايز أكون سبب راحة. أنا عايز أكون سبب فرح. أنا عايز أكون سبب رجاء. أنا عايز أكون سبب عزاء. أنا عايز أكون سبب شفاء. أنا عايز أكون إيدك اللي بتنقذ. أنا عايز أكون فمك اللي بينطلق البركة والمجد. يا رب اطلق عملك في حياتي. يا رب اطلق عملك في حياتي لأكون بركة لكل من حولي. أكون نوح سبب راحة في اسم الرب يسوع. حياتي مليانة نور. أكون نور وأكون ملح. أكون فعال في الملكوت. أكون بتمم مقاصدك في الأرض. أحيا مشيئتك وملء مشيئتك في اسم الرب يسوع. في اسم الرب يسوع. في اسم الرب يسوع. يا رب أنا بضع نفسي في هذه اللحظات الأخيرة من هذا الاجتماع وأعلن يا رب أنه أشواقنا ككنيسة كشعبك كأولادك رافعين إيدينا ناحيتك رافعين قلوبنا ناحيتك ونقول لك يا رب النهاردة كل حاجة معطلة الشركة بيننا وبينك ترفع ترفع ترفع. لا تذمر ولا مرارة ولا عسرة ولا غضب ولا خطية ولا مشغولية تاخدنا منك. قلوبنا يا رب متعلقة بيك. نرتمي في أحضانك. نتعلق بيك النهاردة. نمسك فيك ونقول لك أنت رجانا. أنت حياتنا. المسيح حياتنا. أنت حياتنا. بنلتصق بيك. املانا بنورك. املانا بحبك. املانا بالبركة.
فنبارك أولادك، عزينا فنكون سبب تعزية، فرحنا فنكون ننقل فرحك، أغمرنا بالطمأنينة فنعدي الناس بالطمأنينة والسلام والهدوء. اشتقين نكون بركة اللي حوالينا. يا رب عندي صرخة من قلبي، ولا ابن وبنت ليك يبقى قاعد على الأرض ملوش لازمة، ولا واحد يا رب، ولا واحد من كنيستك وشعبك إلا ويكون مؤمن فعال مؤثر، سبب بركة، سبب حياة. ولا ابن وبنت ليك يأذي حد ولا يعصر حد بكلام أو سلوك، لكن غيرنا، املانا بالروح، املانا بالحق، اشتغل فينا لنكون سبب فرح ورجاء وسلام وبركة لكل من حولنا، في اسم الرب يسوع، في اسم الرب يسوع. أشكرك، أشكرك لأني أؤمن أنك سمعت لكل صلوة النهاردة رفعناها قدامك، في اسم الرب يسوع لكل المجد. أمين أمين.